بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلسلة حلقات الفن وسنينه عرفنا حكايات الفن والفنانين، لكن وفي هذه الحلقة من الجانب المظلم اسمحوا لي نعرف نهايات بعض مشاهير الفن والفنانين، نهايات مأساوية غامضة لعشر فنانين مصريين وعرب. أريد من هذه الحلقة أن تعرف يا صاحبي أن هذا الفن الذي يلمع في الخارج ما هو إلا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، أموال ما يعلم بها الله، أعراض تم تقديمها قرابين للشياطين من أجل الشهرة، تضحية بالشرف والعفة وتدمير أخلاق الملايين وتسهيل الحرام والوقوع فيه فقط لأنهم باعوا أنفسهم للشيطان. الحساب في الآخرة يعلمه الله، لكننا لنا الظاهر والخاتمة يعلمها ربنا. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا. نبدأ بواحد من أشهر المخرجين المصريين والعرب الذين روجوا للجنس والعري وسوء الأخلاق. نيازي مصطفى ولد في مصر في محافظة أسيوط 1911 لأب سوداني وأم تركية، وقتل في 19 أكتوبر 1986. أكمل دراسته الجامعية في ألمانيا والتحق بمعهد الفيلم الألماني وأخرج 125 فيلم سينمائي، وده عدد ضخم جدا في عالم السينما. أول أفلامه سلامة في خير سنة 1937، بس آخر أفلامه الأوراداتي ما كانش أبدا في أي خير، 1987 كانت النهاية. اتجوز من الممثلة المعروفة كوكا اللي اشتهرت بالأدوار البدوية في الأفلام المصرية، وانفصلوا واتجوز بالراقصة نعمة مختار، ثم انفصل عنها ورجع تاني الكوكا لما عرف انها مصابة بالسرطان، وظل الى جوارها الى ان فارقت الحياة. بعد تصوير اخر مشاهد فيلم الأوراداتي بطولة فاروق الفيشاوي وسمية الالفي، عاد المخرج نيازي مصطفى الى منزله الذي يعيش فيه وحيدا، خصوصا وانه لم ينجب اطفال لا من زوجته الاولى ولا من التانية. طلب من خادمه ليلا بعد ان اعد له الطعام اللازم ان يغادر وان يعود اليه في الصباح الباكر كما هو معتاد. في تاني يوم صباحا ذهب الخادم الى منزل نيازي مصطفى كما كان يحدث على مدار 18 عام، ومع استمرار رنين الجرس لم يستجب المخرج للنداء. رحل الخادم على أن يعود بعد ظهيرة نفس اليوم، وبعد عودته تكرر نفس الأمر، لم يستجب المخرج نيازي مصطفى لصوت الجرس، ما فتحش الباب. شعر الخادم بأن مكروه ما وقع للمخرج نيازي مصطفى، طار مسرعا إلى زينب شقيقة نيازي مصطفى ليخبرها بالأمر، وخد منها نسخة تانية من المفتاح. ولما وصل الخادم إلى منزل نيازي مصطفى بعدما فتحه لقى منظر مرعب. دخل غرفة نومه وكانت مفاجأة قاسية في انتظار الخادم لما لقى المخرج جثة هامدة مخنوق ومكبل اليدين بجرافطة وملاية سرير وشرايينه مقطوعة. صرخ الخادم، اتصل بأخوه، ووصل أخوه بعد وقت بسيط، رفعوا جثته من الأرض وضعوها على السرير، وده كان سبب من أسباب إعاقة الوصول للقاتل، لأن مسرح الجريمة تم تغيير ملامحه، اتلعب في مسرح الجريمة. وصلت الشرطة والنيابة ورجال التحقيقات ووجدوا بصمات كثيرة جدا داخل الشقة، وده كمان صعب الوصول للجاني. استمعت النيابة لأقوال عدد من الفنانين وأصدقاء المخرج نيازي مصطفى، وكان أبرزهم طبعا فاروق الفيشاوي اللي كان لسه بيعمل معاه فيلم الأوراداتي وكان عنده تصوير قبلها بيوم، وعدد من أبطال العمل على سبيل الاستدلال. قال الفيشاوي في التحقيقات اللي نشرت ونشرتها الصحافة المصرية وقتها ان اخر لقطة او لقطات الفيلم استمرت لساعات حتى الساعة السادسة مساء. كان نيازي يتحرك خلال التصوير كأنه شاب عمره 20 سنة، حتى فوجئ بنبأ وفاته. مين اللي قتل نيازي؟ سؤال طرح على صفحات الجرائد المصرية وفي الشارع المصري والعربي، وحتى اليوم مين اللي قتل المخرج الأشهر صاحب أفلام الأكشن والمشاهد العاطفية والذي منه لم يكن من السهل الوصول للجاني، لأن دخول الشقة كان بشكل طبيعي، وده دليل على أن القاتل كان يعرف نيازي مصطفى وكان معاه مفتاح. مين اللي قتل نيازي مصطفى؟
بعد التحقيقات مع 65 ممثل وكومبارس من اللي اشتغلوا مع نيازي مصطفى، وبعد التحقيق مع سكان العمارة، قالت التحقيقات أن المتهم دخل من باب العمارة ودخل الشقة بنسخة من المفتاح. الهدف لم يكن مجرد سرقة أموال، باعتبار أن المخرج نيازي مصطفى أصلا يعني لا يحتفظ بالأموال في بيته، ورجحت النيابة وقتها أن يكون الحادث إما للانتقام أو بغرض سرقة أوراق هامة لوجود بعثرة في المستندات والأوراق، وده اللي كشفه بالفعل فيما بعد أو كشفته مذكرات نيازي مصطفى نفسه اللي نشرت بعد مماته. فهل كان القاتل يبحث عن هذه المذكرات أم أن القاتل جاء بسبب أن ينتقم من نيازي مصطفى لكثرة علاقاته النسائية؟ هنعرف، خليك معانا. الشرطة توصلت إلى شاهد رؤية في جريمة القتل، نشرت جريدة الجمهورية وقتها أقوال جارته اللي بتسكن في الشقة اللي أسفل من شقة المخرج نيازي مصطفى. قالت الجارة في أقوالها في التحقيقات أنه بعد انصراف الخادم اللي بيشتغل في منزل المخرج نيازي مصطفى كانت الساعة تشير إلى 8:10 مساء، وأضافت الست اللي سمعت أصوات غريبة وغير طبيعية في الشقة اللي فوقيها، وسقوط بعض الأشياء التي أحدثت صوت ارتطام شديد وصوت حركة شديدة داخل منزل المخرج، ظنت أنها مجرد مشاجرة. وأكدت الجارة أنه في تمام 8:10 ساد بالمنزل سكون تام وهدوء، 20 كانت زمن القتل، وفي تمام 9 سمعت صوت باب الشقة بيتفتح وثم أغلق بسرعة. وأضافت الجارة أنها كانت بتشعر بخوف شديد عشان كده ما قدرتش تفتح الباب عشان تشوف مين اللي خرج، لكن هي بترجح أن يكون اللي خارجين شخصين مش شخص واحد. من قتل نيازي مصطفى؟ وكما يقولون الجريمة لا تفيد، وكما أقول احذر الفن وسنينه، وأردد الجملة التي جاءت في أحد أفلام الأبيض والأسود زمان، هذا الدواء به سم قاتل، هذا الفن به سم قاتل، احذره. بعد فتح مذكرات نيازي مصطفى وجدوا أحد الخيوط، ووجهت الاتهامات إلى ممثلة درجة تانية لم تستمر في التمثيل كثيرا، هي منى إسماعيل. اتجوزت نيازي مصطفى زواج عرفي في السر، محدش كان يعرف عنه لكن وكتب في مذكراته عنه، وقد تكرر هذا الزواج في حياته كثيرا جدا، الزواج السري أو العلاقات السرية. كانت هذه الممثلة هي التي أشير إليها بأنها قتلته، فهل هي حقا منى إسماعيل التي قتلت هذا المخرج؟ لكن ولأن اسمها جاب المذكرات، لذلك يردد الخبثاء أنها قتلته أو زوجها الثاني رجل الأعمال الشهير جدا وصاحب اليد الباطشة، فهل قتل بالفعل من أجل إخفاء المذكرات التي جاء بها ذكر الممثلة ونوع العلاقة اللي كانت بينهم، وزوجها رجل الأعمال هو كان وراء هذه الجريمة؟ ما زال القاتل في جريمة نيازي مصطفى مجهول، تظل هذه الجريمة من الجرائم الغامضة، لكنها أيضا درس ورسالة لكل من أحب الفن وسنينه، وكل من رأى هؤلاء الممثلين والمخرجين والراقصين والراقصات نماذج يحتذى بها ومثل العليا يتمنوا أن يقلدونهم. أردد هنا ما قاله عمر الشريف في نهاية حياته عن التمثيل ومن الممثلين، إذ قال: أتعجب منا نحن الممثلين نقف أمام كاميرا لا نعرف كيف تدار، ونقول كلمات لسنا نحن كاتبيها، ثم نصبح نجوما ومشاهير ونقبض الملايين، عجبا لهذا الفن وعجبا للمنبهرين بنا. ده كلام واحد من الممثلين الكبار اللي وصلوا لأعلى درجات من درجات العالمية في التمثيل في السينما الصهيونية. جريمة تانية انتهت نهاية غامضة، وأيضا بسبب المذكرات التي ستفضح كبار رجال الدولة والسياسيين وبعض حكام العرب. في عام 1974 كان الجميع يتسابق على شراء الصحف والمجلات لمعرفة تفاصيل القضية المثيرة التي كانت تسمى وقتها بشبكة الرقيق الأبيض، وهي شبكة دعارة، والتي اتهمت فيها الفنانة وقتها أو الممثلة ميمي شكيب بإدارتها، وضمت عدد 8 فنانات أخريات ومجموعة من النساء من خارج الوسط الفني. هذه الشبكة أيها السيد كان أعضاءها هم الفنانات اللي ممكن حضرتك تكون ممن يرونهم نجوما لامعة، وربما تكون حضرتك معجب ببعض إلى اليوم وأنت لا تعرف أنهم كانوا نساء داعرات
في شبكة دعارة. بس هنقول إيه؟ هذا هو الفن وسم الفن القاتل. من الأسماء التي تم تداولها في هذه القضية أو هذه الفضيحة كان اسم القذافي. يا نهار أبيض، لماذا؟ وهل يمكن أن تسمح الدولة المصرية بذكر اسم رئيس دولة عربية على صفحات الجرائد في قضية دعارة في هذا التوقيت تحديدا؟ نعم، كان ممكن يحصل ده. ليه؟ لأن السادات والقذافي كانوا على تضاد وخلاف. قضية الدعارة التي اتهمت فيها الممثلة الراحلة ميمي شكيب والتي عرفت إعلاميا بشبكة الرقيق الأبيض تعد من أهم فصول كتاب تاريخ حقبة حكم عبد السادات، والذي شهد نهاية مأساوية بسقوط الفنانة صاحبة الجمال الصارخ في زمنها ومن شرفة بيتها بمنطقة وسط البلد. تعددت الروايات بين القتل أو الانتحار، ليظل الوحيد الذي يعلم بهذا السر بعد الخالق سبحانه جل شأنه ضابط ليبي يدعى عبد السلام جلود. وقد التقيته في بيت السياسي المصري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الدكتور أيمن نور. يعد عبد السلام جلود من أبرز رجالات معمر القذافي، ويرقى لتسميته بالصندوق الأسود لما يحمله من أسرار شملت عمليات استخباراتية واغتيالات وصلت لحد اغتيال أحد مشاهير لبنان. هو الاتهام الذي وجهته له لبنان بعدما أصدرت مذكرة توقيف بحقه ضمن التحقيقات في اغتيال الإمام موسى الصدر إمام الشيعة في لبنان ومعاونه في ليبيا. مكالمة الغضب، ما هي مكالمة الغضب التي كانت سبب في كشف شبكة الدعارة الكبيرة التي هزت مصر والعالم العربي وقتها؟ المكالمة التي تسببت في ضبط ميمي شكيب وشبكة ميمي شكيب وسقوط هذه الشبكة شبكة الدعارة حسب الروايات المنشورة جاءت بالصدفة البحتة بعدما تعددت زيارات عبد السلام جلود رجل القذافي إلى القاهرة. وكانت الحجة أو الذريعة متابعة مكتب تنسيق بين البلدين عقب حرب أكتوبر 73، الأمر الذي أثار شكوك الجهات المصرية وقررت وضع اتصالاته تحت المراقبة. وفي أحد المكالمات تطرق القذافي إلى أسرة السادات، تحدث مع جلود عنهم بطريقة غير لائقة وغير محترمة، وذكر جهان السادات بأوصاف متدنية ووصف بناته بأنهم متفرنجات، إشارة إلى التحرر في الملابس والعادات والتقاليد المتشبهين فيها بالغرب. طلب السادات من المخابرات وضع كل الاتصالات وتحركات جلود أمامه فورا. ضمن المكالمات التي كان يجريها جلود تم رصد اتصال لسهرة حمراء في شقة الفنانة الشهيرة ميمي شكيب التي تحولت إلى مزار لشخصيات عربية ومصرية بارزة تبحث عن الاستمتاع وسط غابة السيقان البيضاء العارية. هؤلاء هم من يحكموننا أيها المحترم، هؤلاء هم حكامنا ورجال الدولة في بلادنا الضائعة الذين يسيطرون على حياتك. من هو السعدني الذي كشف التفاصيل، تفاصيل ما حدث لهذه الشبكة وكانوا تحت يديه؟ شهادة السعداني، رواية ضابط السجون أكرم السعداني الذي كان شاهدا على فصول الواقعة قال فيها: حدثت ضجة عظمى في بداية السبعينات عندما أعلنوا عن سقوط شبكة للآداب تضم عدد كبير من الفنانات تقودها ميمي شكيب. وبالطبع كان وقع هذا الحدث علينا نحن كضباط شرطة مختلف تماما عن رجل الشارع، لأننا نعلم مدى حساسية الاقتراب من المشاهير، فهم في الأغلب أصحاب علاقات متشعبة ولديهم صداقات مع وزراء ووجهاء وأصحاب نفوذ وبعض أهل الفن والأدب والصحافة، تجد علاقتهم ترتفع لتطال أعلى مسؤول في الحكم، يقصد طبعا هنا رؤساء الدول. وهذا ما كانت عليه بالفعل دائما بلادنا وما زالت بلادنا العربية دون استثناء أيها المحترم. بيقول أكرم السعداني: ولذلك عندما تسقط شبكة للآداب ويكون
يكون المتهمون فيها من الفنانات الشهيرات، هذا الأمر بالنسبة لرجل الشرطة له مدلول، فأنت لا تستطيع الاقتراب من هذه الكوكبة إلا بناء على توجيهات عليا. يقصد عليا هنا عليا جدا خالص قوي. يبقى أول ما تشوف فنان أو فنانة اتهموا سواء في الإعلام أو في القضاء، اعرف أن وراء هذا الاتهام موافقة وتوجهات رئيس الدولة الهمام شخصيا. بيقول السعداني: لابد أن تكون التوجيهات من جهات رفيعة المستوى في دوائر الحكم، زي ما بقول برضو يقصد الرئيس نفسه. عرفت حضرتك اللي بيخرجوا بفساتين عريانة في الريد كاربت في مهرجان الجونة للعراه أو في مهرجان القاهرة للسيقان العارية، عرفت مين بيسمح لهم يتعروا أمام الملايين يا محترم؟ أكيد عرفت الآن بوضوح، فتش عن الرئيس. ولو الرئيس محترم لمؤاخذة لن يسمح أبدا أن يحدث هذا في بلد يحكمه. أي رئيس وكل رئيس وكل أمير أو ملك، لا أستثني أحدا، ورزقي وعمري بيد الله. بيقول السعداني في شهادته: بالطبع استمعنا جميعا إلى ما جرى من خلال الجرائد، وكنا نتابع التفاصيل زينا زي باقي خلق الله من مصدر واحد في هذا الزمان وأوحد، وهو الجرائد والمجلات الرسمية الحكومية اللي بتنشر الأحداث، حيث لم يكن في هذا الوقت لا فضائيات ولا توكشو ولا انترنت ولا فيسبوك، وهكذا كان مصدر المعلومة واحدا هو بالطبع محل ثقة وتقدير من القراء، هو اللي بيقول كده. لكن فجأة تحولت من قارئ للقضية إلى مسؤول عنها، فقد اخترت من قبل رؤسائي بأن شبكة أداب على مستوى العالم العربي في طريقها للإقامة في سجن القناطر للنساء، وأن توصيف القضية شامل لكل جرائم الأداب المعروفة من إدارة إلى تحريض إلى ممارسة، وأن الشبكة في الطريق إلى السجن ومعها المسؤولة القيادية عنها الفنانة ميمي شكيب، كان هو رئيس هذا السجن في هذا الوقت. الكلام ده حضرتك كان يوم 23 مايو 1983، كان عمري وقتها 23 سنة ونصف يعني، وما زلت طبعا أذكر الأحداث أو الفضيحة الكبرى اللي وصلت لنا خارج مصر لأني كنت عايش وقتها خارج مصر. بيقول السعداني: الضابط المسؤول عن سكن النساء اللي وصلت عنده هذه الشبكة السيئة، وبدأت الحكاوي تنتشر في السجن والنميمة، تتبادلها السجينات مع السجانين والمسجونات، حتى الضباط شاركوا في الأمر. البعض منهم بدأت علامة الشوق للقاء الفنانات ترتسم على وجه الجميع، وبالطبع قمت بفض هذا المولد، حيث أن سجن النساء كما أسلفت لا يوجد به غير 3 رجال لا غير، وليس مسموحا لغيرهم بالعمل أو الاقتراب من هذا السجن، سجن النساء. لكن الحق أقول، هو اللي بيقول، أنني لم أستطع أن أمنع سيل الكلام الذي بدأ ينهمر، فأحدهم يؤكد أن هذه الشبكة لا تضم بعض الفنانات فقط، ولكن أيضا مضيفات وسيدات على قدر عظيم من الجمال، وأن نفوذ هذه الشبكة ونشاطها امتد لخارج حدود الجمهورية، وأصبحنا يمارسنا نشاطهم على مستوى الدول العربية. واستمعت إلى تعليق من إحدى السجينات وكانت محبوسة على ذمة قضية دعارة، وهي تقول: يا بيه، الوحدة اللي السياسيين دابوا عشان يعملوها في سنين وفشلوا، احنا حققناها بمعرفتنا، بس احنا اشتغلنا على مستوى الشعب، لكن الوارد اللي جاي، تقصد طبعا الفنانات، دول هم اشتغلوا على الهاي. واستعدت السجينات لعمل استقبال حافل يليق بالشبكة القادمة، وهذا أمر لا نستطيع أن نتدخل فيه. عملوا لهم إيه؟ وكانت الحفلة دي شكلها إيه؟ ضيف من الوزن الثقيل. ليه؟ لأنهم داخل السجون، وفي حالة ورود ضيف من الوزن الثقيل بيقوموا بعمل استقبال يليق به، اللي هي بيسموها الزفة، وفيها بقى بيتم تأليف كلمات الأغاني اللي لابد تشمل اسمه وأعماله الفنية، وتنتهي دايما بالترحيب بالضيف الجديد. ولم يكن أحد في إدارة السجن يستطيع أن يمنع مثل هكذا أحداث، السجينات هم اللي بيعملوا. أصبحت حكاية ميمي شكيب هي شغل السجن بأكمله،
من مساجين إلى رجال إلى سيدات إلى حراس إلى أفراد إلى موظفين إلى ضباط. بيقول كده رئيس السجن: بل حتى الزائرين كانوا يسألون عن الشبكة وأفرادها، الكل كان بيتكلم، والعجيب أن كل من يتكلم لا يكتفي بسرد ما لديه من معلومة قرأها أو سمعها، ولكن بيقوم بإضافة من خياله الواسع. فإذا بنا بعد عدة ساعات قليلة من وصول الخبر نجد أنفسنا أمام مسلسل تركي يكفي للعرض لسنة كاملة، وبالطبع كنت أسمع دون أن أشارك. بيقول كده الرجل: وانتظرت المعلومة من مصادرها الطبيعية. ساعتها علمت الحقيقة كاملة دون تزييف، فقد تبين أن هناك شخصية عربية صاحبة نفوذ رهيب في الجوار وهي ليبيا، وأن هذه الشخصية الرائد عبد السلام جلود. كان معاه واحد اسمه أشرف ممتاز، وهو كان ممتاز جدا، كان بيقوم بالدور اللي كان بيقوم بيه ستيفان روستي لو حضراتكم تفتكروه، الرجل اليهودي الإيطالي اللي كان بيمثل في الأفلام المصرية الأبيض وأسود، واللي كان بيقوم بتحضير كل حاجة من الخمور والنساء والسهرات. هذا الرجل ستيفان روستي كان أشرف ممتاز بيقوم بدوره بالظبط، اللي احنا حضراتكم بنسميه كده في مصر قرني أو أوراني، أو حضرتك سميه زي ما انت عايز. هذا القرني بيجهز الليالي الملاح الحمراء وما يصاحبها من كل المشروبات من كل الألوان صفراء وحمراء وغيره. وهكذا بدأت خيوط الشبكة تتساقط. المهم ان الاخبار وصلت الى سجن القناطر بان سيارة الترحيلات التي تقل شبكة ميمي شكيب في طريقها الى سجن النساء، يا مرحبتين. بيقول اللواء السعداني ان 10 سيدات اللي وصلوا كانوا كلهم على جانب مثير من الاناقة وقدر عظيم من الجمال، وان كانت علامات الارهاق بادية على الجميع بفضل كثرة التردد على النيابات وادارة حماية الاداب، وعلمت ان البعض تم اخلاء سبيلهم لعدم كفاية الأدلة أو لعدم استيفاء الإجراءات، والبعض الآخر تم إخلاء سبيلهم بضمانات مالية. بيقول لاحظت أن السيدات أعضاء شبكة ميمي شكيب كانت رؤوسهم مرفوعة وكأنهم زعماء للمعارضة أو قادة للرأي. بيقول لم ألحظ أي انكسار أو محاولة لإخفاء الوجوه، بل العكس كان هو الصحيح، فقد كنا جميعا سواء من بعض العاملات في مجال السينما أو المضيفات، الابتسامة لا تفارق وجوههم، والثقة الزائدة عن الحد هي عنوان حديثهم الدائم، والأعصاب الفولاذية هي سلاحهم الأقوى. بل إن البعض كان بيعاملنا بيعامل الضباط بتعالي، وينظرنا إلينا وكأننا كائنات عجيبة المفروض أن نقبل أيدينا على الوجهين لأن الحظ ابتسم لنا ووقعنا في طريقهن. هو ده حال مصر وبلادنا العربية للأسف، حين تتحكم نساء يمارسن الدعارة بدءا من شبكة ميمي شكيب إلى شبكة سويرس في الجونة المملوكة للعائلة الماسونية بامتياز، ومن أجساد شبكة دعارة ميمي شكيب إلى فساتين وفستان رانيا يوسف العاري حتى الصرة. يا مصري يا عربي، احزن جدا على حالك وحال ما يسمى الفن وسنينه. أما ما حدث لهذه الشبكة التي ضمت أسماء شهيرة جدا مثل الممثلة ميمي جمال مرات لمؤاخذة الأورني اللي هو حسن مصطفى، اللي كان عارف وباسم وسعيد وسهير توفيق وشهرتها سكر وسامية شكري وناهد يسري بتاعت فيلم الجنس الفاضح الليالي القمرية باين، والممثلة كريمة الشريف أو الشريف وهي ملهاش أي علاقة بالشرف، ومشيرة إسماعيل اللطيفة الظريفة التي لم يكن أحد يحلم أن هذه البريئة ضمن هذه الشبكة الشائكة، وعزيزة راشد ونادية وهنية وغيرهم من الأسماء اللامعة وقتها، وكان يطلق عليهم نجوم، وما زالوا الذين جاءوا من بعدهم يطلق عليهم أيضا نجوم. فحضرتك عرفت هم مين ولا لسه عايز تعرف تاني؟ النهاية أولا خرجوا جميعا براءة بعد 6 شهور لعدم كفاية الأدلة، وطبعا كان واضح أن الحكم السياسي والإفراج أيضا سياسي بعد تفاهمات حصلت بين السادات والقذافي، وبعد السادات مفضح القذافي والراجل بتاعه. وقتها لو تفتكر كان رسام الكاريكاتير مصطفى حسين بيرسم القذافي قاعد لمؤاخذة على أسرية أطفال وبيعمل بيبي برضو لمؤاخذة. لكن نهاية ميمي شكيب بنت البشوات إيه؟ عاشت حياة مريرة جدا
من الفن وسنين وبيع الأجساد، حتى أنها تقدمت لأخذ معونة أو مساعدة مادية من صندوق المساعدات الاجتماعية الحكومية، لأن فضيحتها اللي حصلت وعمرها 60 سنة كانت كفيلة بالقضاء عليها. لذلك بدأت في كتابة مذكراتها لتقوم ببيعها وتكسب من وراها، وهذه كانت الطامة الكبرى. طبعا المذكرات دي كان هيجي فيها أسماء مسؤولين كبار في الدول العربية وفي مصر الذين كانوا يترددون على شبكتها العالمية. لذلك في 1982 تم إلقاء ميمي شكيب من نافذة شقتها في وسط القاهرة لتلقى حتفها وتنتهي بنفس نهاية سعاد حسني المخابراتية. اعرف هذا المجال جيدا، ولو عايز تتفرج عليهم شوفهم، بس اعرف انك بتشوف أراجوزات من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ولا تنسى مقولة عمر الشريف: عجبا لنا نحن الممثلين، نتكلم بكلام لم نكتبه ونقبض الملايين ونصبح مشاهير بجهد غيرنا لنضحك على الناس. وهذا ماجد عبد الله يحبكم ويحييكم. وايه حبيب والديك، استنى انت مستعجل قوي كده ليه؟ اخبط لايك وسبسكرايب وشير، خلي الحلقة توصل للناس، خلي الناس تعرف الحقيقة المرة لهذا المجال اللي بيسموه الفن وسنينه. سلام.